بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي شرح صدورنا للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه. سبحانه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نسأله سبحانه أن يجعلنا من الراشدين فضلا من الله ونعمة. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ثم يقول الله بعدها: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا نوع من التزكية. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، تحلية وتخلية، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أفضل الخلق أجمعين وسيد المرسلين، نصلي ونسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن اتبع هديك إلى يوم الدين. أما بعد، فصلوا على رسول الله. الموضوع كما ترون بعنوان: قدرة التزكية على مواجهة طغيان المادة. وتتجلى أهمية هذا الموضوع وتبرز خطورته في أن هذا العصر بالإجماع هو عصر طغيان المادة في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة. فلا بد أولا أن نحدد المراد بطغيان المادة، وثم بعد ذلك نبين بفضل الله ورحمته قوة التزكية وقدرتها على مواجهة طوفان هذا الطغيان. لو رجعنا إلى معاجم اللغة العربية وجدنا أن كلمة، يعني على سبيل المثال، مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ولسان العرب لابن منظور وغيرهما، يتكلم طغى ويذكر بعض المشتقات ثم يقول طغيانا وأطغاه، أي حمله على الطغيان، ثم يبين المعنى: تجاوز الحد في العصيان، يعني أعلى مرحلة من مراحل العصيان، بمعنى الغلو في المعصية لله عز وجل. ثم قال، استشهد بقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بمعنى إن وقت الاستغناء وحينما يصاب الإنسان برحمة من الله من بعد ضراء مسته يكون الطغيان. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا في طغيانهم يعمهون إلى آخره. فإنهم كانوا أظلم وأطغى. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية فأهلكوا بالطاغية، وهكذا، يعني أشياء كثيرة لا داعي لذكرها، ولكن الخلاصة الغلو في الكفر ومجاوزة الحد في العتو. قال تعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وقال الله لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ونحن نعلم طغيان فرعون في أنه ادعى الألوهية وأنه
عذب بني إسرائيل وبغى في الأرض وغير ذلك من هذه الأمور. ولذلك يقول بعض المفسرين: يا ترى طغيان فرعون بمعنى أنه تكبر على الله ثم كفر به، أو أنه طغى على بني إسرائيل؟ ويذكر كثير من المفسرين أن الأولى الجمع بين الأمرين، بمعنى أنه طغى على الخالق بأن كفر به، وطغى على الخلق بأن تكبر عليهم واستعبدهم. ولذلك بعده يعني علاقة أيضا الطغيان بالتزكية، الله يقول لموسى: اذهب إلى فرعون فقل هل لك إلى أن تزكى، بمعنى أن مطلوب أن يتزكى. وطبعا في آية أخرى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، هو سيدنا موسى وسيدنا هارون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكأنه تعالى رتب لهما ذلك الكلام اللين الرقيق، ويدل أنه لا بد في الدعوة إلى الله من اللين والرفق وترك الغلظة. ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فهذا يدل على أن الذين، كما قال الفخر الرازي رحمه الله، يقول: يدل على أن الذين يخاشنون الناس ويبالغون في التعصب كأنهم على ضد ما أمر الله به أنبياءه ورسله. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هناك آيات أخرى أيضا بمعنى اللي هو ورود كلمة الطغيان في القرآن: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأيضا مسألة الإيثار ليس إيثار الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وإنما هنا إيثار الدنيا على الآخرة، تغليب جانب الدنيا على جانب الآخرة، أو تغليب المادية على الروحية التي سنفسر بها معنى الطغيان هنا. وكلام كثير. ثم يبين الله عز وجل أن هذا الطغيان لا يرتبط بطغيان الشخص الذي يحكم فيطغى على الناس، وإنما المقصود به كل يعني من يتجاوز الحق والهدى، ومداه أوسع من الطغاة ذوي السلطان والجبروت، حيث يشمل كل متجاوز للهدى وكل من آثر الحياة الدنيا واختارها على الآخرة فعمل لها وحدها غير حاسب للآخرة حسابا، يعني لا يضع الآخرة في حسبانه، كما سنبين من خلال الأمثلة مع صاحب الجنتين وغيرها من النماذج. يعني لا يختلف أحد بأننا في حاجة إلى الإيمان حتى نحتمي به من ذلك الطوفان الكاسح من طغيان المادة الذي يدعونا دوما للالتهاء بحاجاتنا ونسيان رعاية قلوبنا وتركها في مهب الريح. حينما تصبح الوسيلة هدفا تطغي النفوس وتضيع المجتمعات، ويلهث الإنسان في صحراء المادة تدفعه مطامعه الجامحة للركض خلف نداء الصراع الطاحن ليسقط في خضم متلاطم من الشر القبيح. إن طغيان المادة يقتل في الإنسان إنسانيته ويسلبه مشاعر الود والحب وينسيه قيم الخير والإيمان ويعزله عن مجتمع الطيبين، فلا يجد له مكانا إلا في مجتمع الذئاب. إن إنسان عصر طوفان المادي تفاجئه الهموم والمتاعب كل حين، ويحمل في نفسه مخاوف لا تعد، كما سنبين. عن الحضارة قدمت للإنسان مكتشفات علمية هائلة، لكنها لم تقدم السعادة للإنسان، لم تقدم الطمأنينة التي تذكر في القرآن مع ذكر الله، حينما يقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعد هذا نبين إيه معنى، أو يعني كيف يكون الطغيان بمعنى تغليب الجانب المادي على الجانب الروحي. يعني نعلم ذلك حينما ندرك ما قاله الله تبارك وتعالى:
أن الإنسان مخلوق مزدوج الطبيعة، يقوم كيانه على قبضة الكيان المادي من طين الأرض، والجانب الروحي يقوم على نفخة من روح الله، ففيه عنصر أرضي يتمثل في جسمه الذي يطلب حظه مما خرج من الأرض. وطبعا ثبت بالاكتشاف العلمي أن نفس العناصر المكونة للأرض أو للتراب أو للتربة هي نفس عناصر المكونة للإنسان، كما قالوا 16 عنصرا. فيه عنصر سماوي يتمثل في روحه التي تتطلع إلى هداها مما نزل من السماء، لأنها من عند الله، فلا بد أن يكون شفاؤها من عند الله أيضا. ونعلم ذلك من خلال قوله تعالى عن أبينا آدم عليه السلام، حينما يقول تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. حتى قالوا أنه بقي 40 يوما، قيل 40 سنة، ملقا على الأرض منجدل في طينته، وهو منجدل في طينته قبل أن ينفخ الله فيه الروح. مجرد أن نفخ الله فيه الروح يعني بدأ يطلب من أو طلب من الملائكة أن تسجد له، لأنه صار في تكريم، في عنصر علوي مكرم. كذلك تكلم عن الإنسان اللي يولد كل يوم، قال: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكروا. طبعا حكمة الله عز وجل أن خلق الله الإنسان بهذه الطبيعة المزدوجة أو بهذين العنصرين، فهو بعنصره الطيني قادر على أن يسعى في الأرض وأن يعمرها وأن يمشي في الأرض ويضرب فيها ويكتشف ما أوضع الله فيها من كنوز ونعم، ويسخر قواها المتنوعة بإذن الله لمنفعته والنهوض بمهمته. فالجسم المادي في الإنسان ليس شرا ولا لعنة كما تصوره بعض الديانات وبعض الفلسفات، وإنما هو تكريم أيضا من الله، لكن لازم الجانب الروحي. ولو كان الإنسان روحا خالصا ما وجدت لديه الدوافع التي تحفزه على استخدام المادة. أما العنصر الروحي السماوي فبه يكون مهيئا للتحليق في أفق أعلى، ويكون متطلعا إلى عالم أرقى وإلى حياة هي خير وأبقى. إذن حينما يقول الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا، يتكلم عن الذين يغلبون الجانب المادي، وذلك بعدها يقول: والآخرة خير وأبقى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وهكذا. فنضرب بعض الأمثلة مما قصه الله علينا في القرآن الكريم حتى ندرك كيف وقعوا في المادية أو وصلوا إلى مرحلة الطغيان، وكيف كانت عاقبتهم، وكيف انتهت حياتهم. فهناك من أنكر الآخرة واعتبروا الحياة الدنيا هي كل شيء، هي البداية والنهاية وهي الغاية والهدف، ولذلك يعني نقرأ عنهم أنهم هم الدهريون. قال الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وكان شعارهم: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. ناس بتتولد وناس بتموت ولا يدركون إن في آخرة أو في حساب أو في غير ذلك. وقالوا كما يقول الشهرستاني: بالطبع المحيي والدهر المفني، وهكذا. أنكر الله عليهم هؤلاء وغيرهم، يعني هذا شأن الماديين في كل عصر ومصر وفي كل زمان وفي كل مكان. وقال عنهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالإنسان في نظر الإسلام مخلوق مركب، فيه العقل وفيه الشهوة، فيه غريزة الحيوان وفيه روحانية الملاك، هدي للنجدين وتهيأ بفطرته لسلوك السبيلين، إما شاكرا وإما كفورا، في استعداد للفجور واستعداد للتقوى وغير ذلك. ولذلك قال الله تعالى: ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لقد وجدت في التاريخ البشري جماعات وأفراد كل همهم إشباع الجانب المادي في الإنسان. ونلاحظ من أول حوار بين الله وبين ملائكته حينما تكلم عن الإنسان، الملائكة لم ترى في الإنسان إلا الجانب المظلم أو الجانب الأسود أو الجانب المادي. قالوا لأن كان في ناس يسكنون الأرض، هذه يعني هذا قول، وهناك من قال إنهم اطلعوا في اللوح المحفوظ. فالجانب اللي هو الإفساد وسفك الدماء هو الغالب على حياة الإنسان. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسه. طبعا لم يكن هذا اعتراضا كما فهم البعض، وإنما كان الملائكة يريدون أن يعرفوا الحكمة، ما هي الحكمة في هذا؟ فعلمهم الله عز وجل وقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وفضل الله عليهم آدم بالعلم وغير ذلك من هذه الأمور. نرى أمثال هذه الأمم تكالبت على متاع الحياة والغرور والاستكبار عند النعمة واليأس والقنوط عند الشدة. نرى مصارع الأفراد والأقوام الذين عاشوا للدنيا وحدها ولم يلقوا للدين بالا ولا للآخرة حسابا ولا للروح مكانا. نضرب مثال بصاحب الجنتين حينما يقول الله عز وجل والله هو الذي ضرب المثل، واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما، يعني بطولة المثل يلعبها رجلان، والله لم يقل جعلنا لأحدهما جنة وللآخر جنة، لا، لأحدهما جنتين من أعناب الكروم والعنب وحففناهما بنخل، يعني المنظر الطبيعي بالنخيل وكذا، وجعلنا بينهما زرعا، في زروع وأقوات وفي كذا، يعني ليس مجرد فاكهة فقط. أيضا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني الله قد يبتلي الناس ولقد ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا نوع من الابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لكن هنا الله يقول الإنتاج 100%، ما في خسارة، ما في ظلم، ما في آفات. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. لكن الله عز وجل يقول تظلم كأنه نوع من المقابلة بين الجنة التي لم تظلم وبين الإنسان الذي يظلم نفسه، لأن بعد ذلك يقول وكان له ثمر، ثم يقول ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. الجنة لم تظلم ولكن الإنسان هو الذي ظلم نفسه. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، واضح طبعا الأنانية والغرور والتكبر والازدهاء والجوانب كثيرة، يعني الاعتزاز بالمال والبنين كما يقول الله تعالى في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد إلى آخر الآيات التي نزلت في الوليد بن المغيرة. فمسألة الغرور والتكبر بأكثرية بكثرة المال وبكثرة الأولاد هذا نوع من الطغيان. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وصل إلى مرحلة أن أعتقد أن ما فيه من نعيم وما فيه من منصب وما فيه من جاه وما فيه من نعم دائمة وباقية وأنها لا تزول وأنها لا تفنى وأنها لا تبيد. وهكذا كل إنسان يغتر بالدنيا، يعتقد أنه لن يموت وأن الموت بعيد عنه وأن ما فيه دائم وأنه لن يزول وأنه إلى غير. فلخص القرآن هذا في قوله ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ويا ليته اكتفى بهذا. طبعا الأمر يصل إلى اللي هو التطور بقى في الطغيان، وما أظن الساعة قائمة، وهذه هي المشكلة الكبرى. طبعا إنه هو لا يعتقد بقيام الساعة، الظن هنا بمعنى الاعتقاد، ويصل إلى مرحلة أنه يكفر ويشرك بالله. ولذلك في آخر قال يا ويلتى ليتني
لم أشرك بربي أحدا، يعني وصل إلى مرحلة أنه أشرك بالله. وهكذا الإنسان حينما يعتقد أن الدنيا باقية وأنها لا تفنى وأن ما فيه من نعيم باق ومخلد فيه، ينكر الآخرة ويقول خلاص أين الآخرة، أين الساعة، أين الحساب، ثم يستدرك ويقول ولو حصل يعني على ما تقولون ولئن رددت إلى ربي، وفي آية أخرى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، هنا يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا منطق أيضا معكوس، ويظن أنه ما دام غنيا في الدنيا وما دام يعني عنده هذا النعيم إذن سوف يأخذ نفس المنزلة في الآخرة. ولذلك في سورة مريم الله يقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. من أين جاء بهذا الكلام؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ولو كل واحد تأمل قوله تعالى ويأتينا فردا أو قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، كما ولدتك أمك سوف ترجع، هي الكفن أو كما يقول الكفن ليس له جيوب، يعني لا في أموال تعطى ولا البنون سيجلسون معك في القبر، وإنما يودعونك والمال أيضا تتركه. وما نرى معكم شفعاءكم، وتكملة الآية ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، المال والبنون خلاص يتركه. وما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم، لقد تقطع بينكم، وفي قراءة تقطع بينكم، وهكذا. يعني إذن الإنسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. والسيدة عائشة كيف يا رسول الله؟ قال الأمر أشد، يعني تظن أو تقول الناس ينظر الرجال إلى النساء، الأمر أشد من ذلك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إذن هذا الرجل الذي تكلم بكل هذا الكلام وصل إلى هذه المرحلة. فطبعا يعني الإنسان يتوقع أو كل من يقرأ يقول صاحبه ربما يتأثر مثل ما تأثر أصحاب قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طب ماذا فعل صاحبه الفقير؟ أين ذهب وكيف يرد عليه؟ نجد أن القرآن الكريم يبين أن صاحبه معتز بإيمانه ومتمسك بدينه، وقد زكاه الله تزكية جعلته يرد على هذا الطاغية أو المتكبر أو المغرور ويحاول أن يعالجه. قال له صاحبه وهو يحاوره، يعني في نفس وفي قوة وليس عنده حالة انبهار، في ناس أمام الغنى وأمام الظلم والطاغوت ينبهرون أو يخافون أو كذا. فهذا الرجل معتز بعقيدته، معتز بالله، فهو يجابه أو يجبه صاحبه المتبطر المغرور منكرا عليه بطره وكبره، يذكره بمنشئه المهين. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لو كل واحد بقى يعني يطغى ويتكبر ويتجبر نظر إلى أصله ومنشئه. وزيك دايما المقابلة، الله يقول خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، بين النطفة ويتحول الإنسان إلى أن يكون خصيما مبينا ومجادلا لله عز وجل، مثل ما جاء الرجل كما وردت الأسباب في نزول أواخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، جاء بعظام قد رمت وصارت جيفة، ويستهزي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أيبعث الله هذه بعد أن صارت رميمة؟ قال له رسول الله نعم يبعثها ويبعثك ويدخلك النار. يستاهل يعني هو الذي قال. ثم يعني طبعا الإنكار اليوم الآخر قائم على الظن، ولذلك القرآن الكريم مليء أو مملوء
بالأدلة والبراهين التي ترد على المنكرين وعلى الماديين. ويكفي أواخر سورة ياسين وغيرها، يعني قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني الذي خلق أول مرة قادر على أن يعيد، استدل بالبدء على الإعادة، بالنشأة الأولى على الآخرة، إلى غير ذلك. ولذلك الله عز وجل يقول في آية أخرى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كلنا نعترف أننا كنا أمواتا ثم أحيانا الله، اللي يحصل الذي سيحصل بعد ذلك ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، يعني معناها أو ترجعون، يعني معناها لا جدال في هذا، ولكن طبعا غلبت الجانب المادي هو الذي يصل إلى بالإنسان إلى هذه المرحلة. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ويبين بقى لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، وينصحه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك قال بعض السلف: من أعجبه حاله وماله والنعم التي أنعم الله بها عليه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأحاديث كثيرة تدل على أنها كنز من كنوز الجنة. والموقف كما تعلمون: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وهكذا إذا وجدنا مثلا قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، قالوا: يا ترى البغي كان على بني إسرائيل بمعنى أكل أموال الناس بالباطل؟ هل لم يعطيهم حقوقهم؟ هل كذا؟ يعني الله أطلق كلمة البغى بمعنى الطغيان الكامل. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني مجرد الأموال فقط اللي هي السائلة كما يقولون، مجرد المفاتيح نفسها لا يستطيع أولي القوة أن يحملوها، يعني معناها غاية الغنى والثراء والنعم من عند الله عز وجل. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. بعض الناس يفهم لا تفرح يعني معناها الإسلام يدعو لعدم الفرح أو السرور، لا، الفرح هنا بمعنى الكبر والغرور ونسيان الله عز وجل والبطر وغير ذلك من هذه الأمور. لكن طبعا السرور وهذه كلها مطلوبة ما دامت في المباحات وما دام في الحلال. ولذلك دايما يعني صحيح ليس من موضوع المحاضرة التوازن بين الروحية والمادية، لكن دايما يقول لك طب ما دام في جانب مادي وجانب روحي بيبقى في طغيان في جانب اللي احنا بنسميه الإفراط في الإباحية مثلا أو المادية، في جانب مقابل ظن البعض عند الهندوس وغيرهم ثم تأثر به النصارى إن الجانب الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته، لأنها طبعا ضد الفطرة وتقتل الغريزة، فما استطاعوا القيام بهذا الواجب. ولذلك حتى بعض النزاعات الرهبانية حينما بدت عند بعض الصحابة كما قال أستاذ الدكتور عبد الحميد، يعني الحديث الثلاثة الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا أزواج النبي كأنهم تقالوها، وقالوا إن يعني واحد قال أصوم ولا أفطر، الثاني قال أصلي ولا أنام، الثالث قال لا أتزوج النساء، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وبين إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولا رهبانية في الإسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إذن هذا نوع من التفريط، يبقى الإسلام لا يقبل لا الإفراط اللي هو الجانب الطغيان الجانب المادي، ولا التفريط اللي هو الجانب الرهباني. يعني واحد منهم مثلا حينما يتكلمون عن الرهبان يقول لك يرفع رجله اليسرى لمدة 6 أشهر، يقف كده على رجله اليسرى. طب إيه اللي حصل؟ يعني إيه الفايدة اللي عتانها؟ واحد يمتنع عن غسل الماء، يعني لا يمس جسده الماء مدة 6 أشهر، فانظروا يعني هتبقى رائحته وهتبقى عاملة ازاي 6 أشهر لا يمس جسده الماء. لكن شوف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد
لأن بعض الناس قد يفهم إن إحنا لما بنقول نعالج المادية يعني معناها إلى الجانب الآخر، لا، في اعتدال وفي توسط. ولذلك أيام إنفلونزا الخنازير قرأنا وقتها إن اليابان أرادت أن تعمل وقاية، فيبدو غسيل الأيدي عندهم ده صعب، فعملوا يوم اسمه اليوم العالمي لغسيل الأيدي. يعني يبدو غسيل الأيدي ده صعب. شوف احنا بنغسل أيدينا ووجوهنا ونتطهر وكذا، وثيابك فطهر، الطهارة الحسية والمعنوية وغير ذلك. فهذا هو المقصود، أردت أن أنبه، يعني ليس المقصود أن احنا لا نغلب جانبا على آخر، لكن هو الجانب الروحي لابد أن يزكى، وبخاصة الجانب المادي. يعني الآن حينما نقرأ مثلا في الدول الإسكندنافية، يعني عندها ليست هناك مشكلات اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا، لكن سبحان الله كلما الواحد يقرأ التقارير في كل سنة تجد نسبة الانتحار، أعلى نسبة انتحار بين الشباب والفتيات على مستوى العالم في هذه المناطق، وليس بسبب الفقر ولا بسبب كذا، وإنما بسبب الطغيان المادة، وإن الجانب الروحي شاغر. لما بنقول موقف شاغر يعني الجانب الروحي فاضي تماما وفارغ تماما. ولذلك لأنه المتعة المادية إيه؟ يعني لو واحد جوعان مثلا ماذا يأكل؟ يأكل ربع ساعة، نصف ساعة، أكثر من ذلك؟ لو أكل فوق طاقته يصاب بالتخمة فيموت. فكذلك كل الذين ارتكزوا في الشهوات واستغرقوا في الملذات ووقعوا في هذا وانغمسوا فيه يصابون إما بالانتحار أو بغير ذلك. فاللجوء دائما، ولذلك العالم الآن يلجأ إلى الجانب الروحي، وهذه هي فرصة الإسلام، وهذا هو جانب التزكية، إن احنا نواجه طغيان المادة بالتزكية، ونبين الجانب الروحي في الإسلام عند الصحابة والتابعين وعند الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما يعني شاهدنا واستمعنا إلى محاضرة أستاذنا النبي المزكي، ولذلك سنبين كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الدولة الإسلامية الأولى، دولة المدينة أو المجتمع الإسلامي الأول، على الإيثار، على المؤاخاة. ومؤاخاة إيه؟ ليست كلاما ولا شعارات، وإنما مؤاخاة بالتوارث، يعني توارث، يعني بحيث حتى بعد ذلك في أواخر العصر النبي، قبل يعني في أواخر نزول القرآن، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، انتهى التوارث إلى أصحاب الأرحام بعد ذلك، أو القرابة يعني والصلة. لكن كان المهاجر يرث الأنصاري، والأنصار يرث المهاجر. وقالوا يعني، ولذلك لو جاءنا إلى القرآن الكريم، يعني سأترك بقى الأوراق مدام يعني الوقت، الله عز وجل يصف المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. هل هذا أمر سهل؟ إن واحد يخرج إخراجا من داره، طبعا علمنا ذلك أنه يعني كان شاقا على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني هو حينما علم بذلك من ورقة بن نوفل لما بيقول له إني كذا كذا، فيرد ويقول أو مخرجيهم، يعني بيقول ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، من أول نزول الوحي وعلم النبي أنه سيخرج أو سيخرج. فمعناه وعند خروجه قال والله إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلب رسول الله، ولولا أن أهلك أو قومك أخرجوني منك ما خرجت. بس هنا الله يصف المهاجرين بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم. برضو من يترك ماله؟ صهيب وغيره، لما قال له رسول ربح بيعك، يترك كل أمواله، لأنهم قالوا له تريد أن تهاجر اترك كل ما تملك، قال نعم أترك كل ما أملك. فأخرجوا من ديارهم وأموالهم. وبعدين إيه الهدف؟ هل منصب دنياوي؟ هل يريدون كذا؟ لا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هدفهم الفضل والرضوان. وهذا ولذلك الله يبين أن الزكاة أو التزكي بفضل الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. والله حينما ألف بين القلوب يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبي، ولكن الله ألف بينهم. هذا أيضا نوع من التزكية، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا.
الأوس والخزرج وغيرهم. فهنا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، يعني ليس مجرد كلام ولا شعارات، لا، يجاهدون ومستعدين للموت في سبيل الله. وكان دايما شعارهم يعني يقدمون الموت على الحياة، احرص على الموت تهب لك الحياة، أو كما وصفوا فرسان بالليل بالنهار، رهبان بالليل وفرسان بالنهار، جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. إنما يعني تكلم أمام القائد الفارسي وغير ذلك، وربعي بن عامر ورستم، يعني معناه وينصرون الله ورسوله، وبين أنهم هم الصادقون، وليك هم الصادقون. تعال للأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من قبلهم هنا تعود على الدار، لأنهم سكنوا الدار المقصود بها يثرب، يعني دار المدينة المنورة التي سميت بذلك. واستقبال، يحبون من هاجر إليهم. وتبوأوا الإيمان دي معناها يعني الإيمان صار في قلوبهم كأنه دار لهم، مثلما قال هرقل لما بيسأل أبا سفيان، القصة المعروفة، يعني لو في واحد بيرتد فيه قال له أبدا، قال وهكذا الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب تزكية، يعني يصل إلى مرحلة التبوء والإيمان يعني في القلب والسكن فيه والتعمق فيه. أيضا يحبون من هاجر إليهم، محبة. ولذلك الاستقبال لم يحصل في التاريخ ولم يتكرر، إن الأنصار قابلوا المهاجرين بالحب واستقبلوهم يعني قبل بأموالهم وديارهم بقلوبهم وبوجوههم وغير ذلك من هذه الأمور. حتى قيل إن كان لا ينزل مهاجر في دار أنصار إلا بالقرعة، لأن كان العدد أكبر وكله عمال يطلب، يعني في طلب كثير على المهاجرين، الأنصار أكثر من المهاجرين، فطب مين اللي ياخد ده ومين اللي ياخد، يتسابقون، فبقوا يعملوا قرعة حتى يتم هذا. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني معناها إيه برضو، ولو كان بهم خصاصة، يعني معناها إن اللي هو الإثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مواقف كثيرة طبعا لما بنقرأ في التفاسير ونجد الرجل يتكررت أكثر من حادثة في الإثار، لما جاء ضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأل زوجته أو إحدى زوجاته، قال أو قالت ما عندنا إلا الماء، وكما تقول السيدة عائشة كان يمر الهلال والهلالان ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، كنتم بتعيشوا عليه على الأسودين التمر والماء. فواحد من الصحابة يعني قال لا أنا هاخده عندي، دون أن يعرف مراته مجهزة إيه عندهم إيه، فراح لمراته ضيف رسول الله أهلا ومرحبا ورحبت، ماذا عندك؟ قالت طعام الأولاد، يعني ليس عندي إلا طعام قليل يكفي الأولاد فقط. طب يعني ساعتها طبعا مين اللي يقول لك ده الأولاد أولى، ده الأطفال أحباب الله، يعني في لا خلاص. قال لها إذا جلس الضيف، تكررت يعني تقرأوا في التفسير إنها حوادث تكررت، فأطفئ المصباح وتعالي نأكل، أو هو يعني يأكل معه وحتى لا يعرف أننا إيه لم نأكل، وخلى الضيف هو اللي أكل فقط. وعلم بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لقد عجب الله من صنيعكما هذه الليلة، كما ورد ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار برضو في حاجة حصلت عجيبة جدا لم تتكرر، اللي هو سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، قال له إن لي مالا فقسمه، خذ نصفه، صعب طبعا التنازل عن المال، بس قلنا ماشي لما يتنازل عن المال وخذ نصفه. لكن أمر آخر لم يحدث ولن يحدث، إن لي امرأتين فاختر. أصل بعض الناس يقول لك طب يمكن هو إذا قام من واحدة وعايز يخلص منها ويدبسه فيها مثلا، قال له لا اختر. إن لي امرأتين فاختر إحداهما وأطلقها وبعد أن تنقضي عدتها تتزوجها. طبعا عبد الرحمن بن عوف برضو قابل هذا العرض بالنبل أيضا،
يعني ما قالكش فرصة وكذا، رغم أنه لو قبل ما كان فيه شيء، لكن هو اتعفف وقال بارك الله لك في أهلك وفي مالك، ولكن دلني على السوق، وربنا فتح عليه وصار من أغنى الصحابة. وفي روايات يعني كما قال أستاذنا السيدة عائشة لما قالت أن الفقراء يدخلون الجنة ولا يوجد إلا عبد الرحمن بن عوف وسيدخل حبوا، وكانت في ضجة في القافلة، فقال خلاص القافلة لله ولرسوله، وأرقاؤها أحرار على أمل. ولذلك الحديث قال إنه حتى يدخل الجنة سعيا. يعني الرسول سيدنا عثمان لما فعل دي كلها تضحية تزكية المال، يعني مواجهة طغيان المادة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الصديق أبو بكر نذكر له موقفين مثلا في الهجرة، لما جاء بكل ما يملك، وعارفين قصة السيدة أسماء مع جدها وأنها حاولت تحط حجارة حتى لا يقال أنه كذا، فماذا قال الرسول؟ قال له ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، رغم أن في حديث أخرى الثلث كثير وكذا كما قال. الموقف الثاني برضو موقف صعب جدا، اللي هو حديث الإفك وما حدث فيه، وطبعا كان صعب جدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وعلى كان فتنة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إلى آخر الآيات. والسيدة عائشة تقول يعني أني كنت أرى نفسي أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا يتلى، يعني كانت تظن أن الرسول بأي طريقة من طرق الوحي الأخرى، لكن أنزل الله فيها الآيات اللي في سورة النور تبرئة لها. ولذلك العلماء قالوا من قال في السيدة عائشة بعد كل هذا فإنه إيه كما قال القرآن أولئك مبرؤون مما يقولون، وتكلم عن من يرمي إن هم إيه يعني إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب. لكن الشاهد هنا يعني إيه؟ إن سيدنا أبو بكر كان يعطف على واحد قريب له اسمه مصطح، وكان من أهل بدر، وهو الذي أم مصطح نفسها اللي حكت وقالت إنه يعني أسهم في مسألة قول الإفك، يعني تأثر بكلام المنافقين فتكلم في السيدة عائشة. طب إيه اللي خليك تتكلم في هذا وأنت قريب للصديق أبي بكر، والصديق أبو بكر ينفق عليه على طول؟ طبعا سيدنا أبو بكر وجد في نفسه قال والله لا أنفق عليه أبدا، فإذا بالقرآن يتنزل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى أحب أن يغفر الله لي. فرصة ده يمكن أمسك بقى مصطح كل يوم يعني يقبله، فرصة أنه إيه مثل ما برضو الرسول عوتب في عبد الله بن أم مكتوم، هل وكان برضو من ضمن السبب نزول واضرب لهم مثل الرجلين إن لها صلة بالآيات التي قبلها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني هذه جوانب برضو الإغفال عن ذكر الله والفرط إنه هو إفراط أو تفريط أو فرط الشر يعني، واتبع هواه واتلو عليه من نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، تأثر برضه بالعنصر الأرض. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الشاهد يعني بالنسبة لابن أم مكتوم وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هذه المناسبة في التزكية، يعني طبعا الرسول عليه السلام فعل هذا يعني نوع من أنه يتحمل أكثر مما يحتمل، والله عاتبه
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أثما، يعني لست عليهم بمسيطر. فهو يكلف نفسه المعاناة حتى يسلم أو يدخل هؤلاء العتاة أو الصناديد، لدرجة أنه يعرض عن ابن أم مكتوم وقال إنه أعمى ولن يراني. يعني ودي أول مرة يمكن تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبس وتولى، لأنه دايما كان بالابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لكنه ربما كما نظن أنه قال ابن أم مكتوم خلاص دخل في الإسلام، ويمكن يتأخر شوية، يعني بالمنطق العصر اللي احنا فيه ممكن يفرح أيضا لما احنا يبقى فرصة. ومع هذا تنزل القرآن. الشاهد هنا الرسول، هل غضب من ابن أم مكتوم؟ أبدا، ده بالعكس كل ما يشوفه يقول له أهلا بمن عاتبني فيه ربي، ويفرش له رداءه وكذا وكذا. إذن هذه الأمور التي نستطيع أن نقول مواجهة طغيان المادة، أيضا مواجهة طغيان المادة بالإيمان. يعني كلنا نسأل الله أن نكون مؤمنين مخلصين صادقين، لكن الإيمان درجات. على سبيل المثال الله يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه حالات خاصة، يعني هل كلنا حينما يذكر الله يحصل لنا هذا؟ مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالله يقول المؤمن الحق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم يقول في آخر الآيات أولئك هم المؤمنون حقا. ولذلك ورد بعض الروايات منها إن الرسول عليه السلام سأل حارثة كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون، وفي قبلها كأني أرى عرش ربي بارزا. هذه حالات خاصة، درجات من التزكية والتطهير والرفعة في هذا المجال الروحي. ولذلك في حديث في صحيح مسلم واحد من الصحابة اسمه حنظلة قابل الصديق أبا بكر وقال له يا أبا بكر لقد نافق حنظلة. فطبعا تعجب أبو بكر، كيف يعني أنت من الصحابة وكيف يعني تقول، كيف تصف نفسك بالنفاق؟ قالوا لا مش أنا بس، ده يعني كأنه بقول كلنا يعني منافقون. قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراهما رأي عين، كأني أرى عرش ربي بارزة وأرى أهل الجنة في الجنة ينعمون واستوى عندي شجرها وذهبها أو مدرها. قالوا علامة الزهد، الإمام أحمد كان يقول إيه؟ علامة الزهد ليس معناه الفقر، لا، علامة الزهد إن لما يبقى معاك 1000 دينار لا تفرح ولا يعني تبغي ولا تظلم الناس ولا، وإذا فقدت 1000 دينار لا تحزن، يعني زي ما جم زي ما راحوا يعني. لكن طبعا احنا بنشوف عصر المادة وما يحصل فيه في الأزمات اللي بتحصل أحيانا، نشاهد الناس اللي بينتحر واللي بيجيله سكتة واللي بيجيله أزمة قلبية واللي بيجيله لأنه فقد حاجة في البورصة أو كذا. ليه؟ لأن حياته كلها وآثر الحياة الدنيا، يعني لا يرى في شيء إلا الدنيا. رغم طبعا في قارون كما بينا إن هم قالوا له، وده المنهج المفروض الإنسان يمشي عليه، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني معناها الهدف الأساسي والغاية المثلى الدار الآخرة. كلنا يجب أن نعمل للدار الآخرة، أما الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكما قال أحد الصحابة، قيل الإمام علي هو الذي قال وقيل ابن عمر هو الذي قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني اجعل الحياة لنا يعني ما دام فيها خير كذا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، إلى آخر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أستاذنا الكريم. نرجع إلى حنظلة قبل أن ننسى، ولم تنسيتم. نافق حنظلة، إيه اللي حصل؟ ساعة ما قال له كده نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراهما رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. انشغلنا فيما نحن فيه، وطبعا في عصرنا أكثر، يعني كان زمان يمكن على أيام نحن كان في راديو، الإذاعة، التلفزيون جاء متأخرا، لكن شوف الآن يعني القنوات الفضائية، آلاف القنوات، الإنترنت، الشبكة العنكبوتية والمعلوماتية والمواقع وغير ذلك، يعني جوانب الفتنة كثيرة، رغم أنها سبحان الله العلم يعني مسخر لخدمة الإنسان، يعني استغلت في خدمة الإنسان وفي رقي الإنسان، المجالات مفتوحة، لذلك فيه مواقع خدمة الإسلام والدفاع عن الإسلام والدعوة إلى الإسلام، كذلك في قنوات أيضا للدعوة إلى الإسلام، لكن جوانب الشر طبعا أكثر وأطغى، أنهم كانوا إيه هم أظلم وأطغى. فهو بقول له يعني أول ما نخرج وننشغل بالأولاد وننشغل بالضيعات ننسى، لكن بنكون عند رسول الله كأننا نرى الجنة ونرى الملائكة ونرى ونرى ونرى، كما قال حارثة كأني أرى عرش ربي. فالصديق أبو بكر قال له تعال، ليس عنده جواب، هيا بنا إلى رسول الله كما جاء في صحيح مسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له حكى له حنظلة مرة أخرى، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، بنص حديث صحيح مسلم. يعني لو الإنسان استغرق في الذكر وفي العبادة عند رسول الله أو عند العلماء بعد ذلك أو في خلوة أو في كذا، لأن يعني المجالات متعددة والعصور مختلفة، لكن لو استغرق في هذا سيرى الملائكة أو سيصافح الملائكة أو الملائكة تصافحه، مثل ما ورد في ليلة القدر من أصابته تسليمة الملائكة فقد نجا، إن جبريل بينزل في كبكبة من الملائكة وإنهم يسلمون وسلام هي حتى مطلع الفجر. فبعض الناس يستغرب ويتعجب يقول لك إزاي يعني مين اللي هيوصل، هذا نص الحديث والآيات كثيرة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بعض العلماء يقول هذا في وقت الغرغرة، كيف إذا توفتهم الملائكة وإنهم يرون الملائكة، وإن وقت الغرغرة الإنسان بيكشف عنه الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حاد، يعني ولذلك فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وفي الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لكن هناك كثير من العلماء قالوا هذا التنزل ليس من شرطه أن يكون ساعة صعود الروح، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني الله عز وجل بيتحدى، فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني أي واحد مادي أو طاغية أو طغى في المادة هل يضمن أنه سيبقى وسيخلد؟ هل في واحد استعصى على الموت قال لا أنا مش هموت مثلا، زي ما بيقول أنا مش هصلي أنا لن أصلي، هل يقدر ساعة الموت أو ساعة المرض؟ لا يستطيع. فمدام الإنسان بس طبعا غرور، ولذلك يعني الدنيا دايما الله يصفها بالغرور، غرتهم الحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالدنيا يلي، ولذلك لو قرأتم للإمام الغزالي وهو من هو في عالم التصوف والتزكية كاتب عن الغرور، غرور أصناف المغترين، فبتكلم على الجوانب كثيرة في هذا. طبعا لما بنتكلم على المهاجرين، قبل أن أنسى، المهاجرين والأنصار والذين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم. هو ده بقى إيه؟ بعض الناس يقول لك تابع التابعين والتابعين، ليه؟ هي من أول التابعين إلى الآن إلى يوم القيامة إن شاء الله، كل من اتبع، كل من جاء بعدهم تنطبق عليه الآية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو النداء الذي ينبغي أن يكون في نفوسنا وفي شعارنا دائما، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. طهارة القلب، غلا للذين آمنوا، سواء الذين آمنوا من قبل أو الذين آمنوا الآن. ربنا إنك رؤوف رحيم. لكن اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قالوا هذا معناه إن لا يجب على المؤمن أن يكون له موقف المحبة والتصديق والاعتراف بالفضل للصحابة، لأن الله حفظ بهم الإسلام والقرآن، وهم الذين نقلوا إلينا. يعني أهل مصر وأفريقيا حينما يذكرون عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص، ويذكرون له الفضل وغيره، هؤلاء وكل الصحابة السابقين والذين حضروا سواء من المهاجرين من الأنصار إلى غير ذلك. يعني إذن هذه هي التزكية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل المجتمع كما قالوا إلى مجتمع مثالي. يعني الناس لا يدركون أنها طبعا مش مثالي، مش معناه أنه هو زي المجتمع الخيالي كما قال الفلاسفة، المدينة الفاضلة الفارابي أو جمهورية أفلاطون، لا، يعني ليس مجتمعا خياليا ولكن واقعي، لكن الجانب الروحي كان أعلى، جانب القيم كان أعلى، جانب الإيمان كان أكثر بكثير. يعني وطبعا وجود النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، القرآن ينزل ويتنزل والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، فكان كل هذا. يعني طبعا يعني باقي كام دقيقة على يعني هذه كلها نماذج تبين. فأنا يعني أدعو في نهاية الكلام، طبعا الطغيان دايما مرتبط بالطرف، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب. ماذا نقول في آخر الكلام؟ طبعا كما لا يخفى، طبعا كثير من أساتذتنا وعلماء تكلموا عن التزكية، هل هي بمعنى الزيادة والنماء، هل هي بمعنى التطهير، والتطهير من الأرجاس والأنجاس، تطهير من الأحقاد، التخلية والتحلية، يعني كل ذي دخلة في التزكية. فنقول إن مما يندى له الجبين ويبعث أشد الأسى في قلوب المؤمنين ما يرى ويسود، يعني ما يسود قلوب الناس اليوم ويهيمن على جل تفكيرهم، من طغيان حب المادة والإعراض بالأموال عما أعطيت له، وتهافت الناس عليها تهافت الفراش على النار، وما أحوج البشرية في زمن طغيان المادة وتبرج الدنيا وخواء الأرواح وضعف النفوس إلى منهج الله عز وجل الذي يمدنا بروح الله ويخرج الناس من ظلمات الشهوات العاتية إلى نور الحق والتواصل مع هدي السماء والعودة إلى الانسجام مع المنهج الإلهي بالأفكار والعواطف والانفعالات والسلوك، وما أحوج العاملين للإسلام في هذا الزمان لإحياء التجارب الإيمانية العميقة والإكباب على مراجع التزكية وعلم النفس الإسلامي، أو يعني
علماء النفس دايما يقول لك هم أرباب التصوف أو التزكية، لأن علم النحو مثلا اختص بدراسة النحو، علماء الشريعة تموا بالظاهر وشروط الصلاة وكذا، لكن من الذي عني بتربية النفوس وتهذيب القلوب؟ والصوفية، أو بلاش، بعض الناس بتزعم من موضوع الصوفية، فيمكن الشيخ أبو الحسن الندوي قال خلاص نسميها إيه؟ أهل التزكية. ولو إن التصوف علم من العلوم زي علم التفسير زي علم الحديث، لكن أحيانا يقول لك يعني الناس ارتبط في أذانهم. ومع هذا برضو إيه المانع أن احنا نقول الإمام ابن تيمية، الذي أحيانا كثير من الشباب يستشهدون بأنه كان ضد التصوف، لا، كتب عن التصوف وكان يستشهد بالصوفية الأوائل، وله كتاب الاستقامة مليء أو مملوء بهذا، والإمام تلميذه الإمام ابن القيم مدارج السالكين شرح منازل السائرين، الإمام الغزالي، يعني بعض الناس لما بتكلم على الإحياء يقول لك في أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة أو الموضوع انتهى، لأنه هو الحافظ العراقي قام المغني عن حمل الأصفار في الأصفار لما في الإحياء من تخريج الأحاديث والآثار، صار في تخريج يطبع في كل طبعة من طبعات كتاب إحياء علوم الدين الذي قال عنه الإمام النووي، وهو من هو حينما قال كاد الإحياء يكون قرآنا، يعني إلى غير ذلك مما يعني ينبغي. ولذلك في الجانب التطبيقي عندنا نعم الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري برضو نعيش فيها، فإيه المانع أن احنا نعيد أمثال هذه المراجع وتعود مرة أخرى، ولتبقى صلتنا بالله قوية متينة ومثمرة، ويزداد شوقنا للآخرة وعملهم من أجل مرضاة الله، وليتخففوا من أثقال الدنيا التي توشك أن تكسر العزائم وتثنيها عن سلوك دروب الرقي الروحي وبلوغ مراقي الكمال، ويزيد من مسؤولية أهل التزكية أو الصوفية أو غيرهم أمام الله تعالى، أن كثيرا من غير المسلمين يختارون الدخول في الإسلام بسبب معاناتهم الشديدة من وطأة النزعة المادية المتوحشة التي غدت تسحق إنسانيتهم وتعبث بهم في متاهات الحيرة والشذوذ والعدوانية والانتحار. يعني الآن كله بيتجه إلى الدراسات الأخرى، سواء في الزرادشتية سواء في الكونفوشيوسية، أو يعني يقول لك عايزين أديان روحية أو البوذية وغيرها. فالإسلام يعني بأقل جهد يمكن أن يبذل الناس يدخلون في دين، لأن طبعا الإسلام ينتشر بقوته الذاتية وبفضل الله عز وجل. فهم يريدون الدين الحق الذي ينشدون فيه ما افتقدوه في حياتهم الصاخبة من جانب الروحي، يمدهم بالسكينة والطمأنينة وراحة البال والشعور بالذات، وأغلبهم يطلبون ذلك عند أرباب التصوف الذين اشتهروا بامتلاكهم للزاد الروحي المنشود الذي توفره القلوب الرقيقة والنفوس الزكية والتربية الربانية المعتدلة. يعني طبعا هناك يعني التصوف يعني أو في أرباب منحرفين في الخروج عن الأصول والبدع وغير ذلك، لا، يعني دائما اللي نطالب التصوف الإسلامي السني القائم على الكتاب والسنة، وكما قال أحد الصوفية يعني إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء ويأتي بأفعال تخالف الشرع فاعلم أنه شيطان، وقال علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، وهذا ما فعله الإمام الغزالي والإمام الجيلاني وكثير من الأئمة. ما أحوجنا إلى تصوف سني أصيل يجدد عهد الأوراد والأذكار والمأثورات والتهجد والتقلل من الزخارف الدنيوية والإقبال على الله والعناية بالبواطن والسلوك ونقاء السريرة وصلاح الظاهر في اقتداء تام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معناها برضو لا ننساق إلى هنا أو هنا، وإنما يكون المقياس أو المعيار أو الضوابط قائمة بالكتاب والسنة، وهكذا نستطيع أو تستطيع التزكية لديها القدرة إذا وجدت المزكين
القائمين على منهج الله عز وجل أن تواجه طغيان المادية الذي تفشى وظهر في هذا العالم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.